لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلابي طلاب ثاني ثانوي، موعدنا في محاضرة اليوم مع قصة وإسلاماه الفصل قبل الأخير الفصل 15. أعزائي وأعزائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم الخير لمصر. تعودنا معا أن نبدأ بمجمل أحداث الفصل ثم نقسمه إلى قسمين آخرين أو ثلاثة، قسم سين والجيم وقسم المفردات ثم أخيرا المناقشة. نبدأ أولا أحبائي بمجمل أحداث هذا الفصل الصغير. بعد معركة عين جالوت وبعد ما حدث فيها، عقد قطز محاكمة لأسرى المسلمين الذين انضموا إلى التتار وكان معهم من الشام، ومنهم كان ملك أيوبي انضم إليهم فقتله، وقد كان إذا تبين لأحدهم عذرا عفى عنه لما توسم فيه من بقية خير. إذا تبين أن هذا الأسير له لا عذر له أمر بعنقه فضربت. وهكذا تحرك بعد ذلك قطز بجيشه إلى طمرية وأرسل أهل دمشق يخبرهم بالفتح وبالنصر وبنشر العدل وفيهم، واستقبل خير استقبال في دمشق. ومن الذي استقبله؟ إنه ابن الزعيم. أحبائي أعلمون أن ابن الزعيم كان له دور كبير جدا فيما حدث من نصر المسلمين على التتار في عين جالوت. بعد ذلك وصل قطز إلى دمشق والتقى ابن الزعيم، وجاء يوم العيد وأشار ابن السلطان على ابن الزعيم فصلى بهم وبعساكره صلاة عيد الفطر، وتمنى لو أن الشيخ ابن عبد السلام كان حاضرا لهذا اليوم ليؤمهم. فبدأ قطز في دمشق فرحا، ثم أرسل بيبرس بجيش كبير لكي يطارد بقية فلول التتار، واستطاع بيبرس أن يشتت شملهم واستولى على حمص. هذا كانت آخر موقعة للتتار في بلاد الشام هي حمص. لما بلغ هناك هزيمة التتار، هذه هزيمة ساحقة وقتل كتبغى، وبدأ يقتل هو من لحق به من خونة ملوك الشام إلا واحدا كانت قد عشقته زوجته، فبالتالي يعني لم يقتله. أحبائي وأعزائي انظروا إلى معاني الكلمات، عندما يتوسم الإنسان في شيء يتفرس ويعرف يوم غوه ويوم عين جالوت، مقصود يوم عين جالوت، ويرسف في القيود يعني يمشي ببطء فيها على رواي، ويمالئون أي يتعاونون ويناصرون. فالعبرة هي العبر من جمع عبر، يتمثل الأخبار هي تتبعها بشوق ويتحسسها، والدخائل هي الدخيلة، والدخيلة هي السر الداخل الإنسان، والفلول أي بقايا الجيش المنهدم ويقال مفرده فل. طفقا استمر ونازل أي قاتل وجها بوجه، والنزال قتال وجها بوجه. أيضا ضرب عنقه كما تعلمون من الأسرى أي قتله، والخيمة تلو الخيمة أي الزمن القليل والحين، والخلائق مفردها خليقة وهي الصفة الحسنة أو السيئة، فالأخلاق قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. وعقب الجمع عقاب يعني بعد أو ما يتلو الشيء هو العقب. وخيم أي مفرد خياما، وقد يقول خيم الظلام أي نشر أثوابه. وافاه أي أدركه ولحقه، وطغى يعني جاوز الحد وزاد. الجبار الحزن الشديد، يعني حزن الجبار يعني الحزن الشديد. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة عن طريق السؤال والجواب. ما الذي فعله السلطان مع الأسرى بعد نهاية معركة عين جالوت؟ حكمهم جميعا خاصة الذين انضموا إلى التتار من الشام، وبدأ يعني يطلب من كل واحد منهم أن يعرض عذرا، فإن كان عذرا مقبولا قبله وعفى عنه، وإن كان غير مقبول وكان منهم ملك أيوبي قتل.
مناطق السلطان من طبرية ودمشق. هنا تحرك إلى طبرية وأرسل إلى أهل دمشق يخبرهم بالفتح ونشر العدل فيهم أنه سيولي عليهم خيرا من يرتضونه، واستقبل في دمشق وفرح الناس به وفرح أهلها بهذا السلطان وأقاموا له الزينات واستقبلوه بالفرحة. ما الذي فعله هناك عندما علم بهزيمة التتار وقتل قائده؟ قتل من لحق به من خونة ملوك الشام، فالجزاء من جنس العمل، جزاء خيانته، إلا واحدا عاش أسير زوجة عشقته فشفعت له. أحبائي ننتقل في النهاية، أو يعني عندما لو طلب منك أن تعرف أو ما هي مضمون الرسائل التي أرسلها قطز إلى أهل دمشق، عليك أن تختصر أيضا مضمون هذه الرسائل في رسالتين. أرسل إلى أهل دمشق رسالة يبشرهم بالفتح وأنه سيولي عليهم واحدا منهم ينشر فيه من عدل، كما أمرهم بالقبض على أعوان التتار من أهل دمشق حتى يصل إليها فيرى رأيه فيهم، ورسالة أخرى لسيده القديم ابن الزعيم الذي كان يراسله أثناء قتال التتار. لذلك نقول أن ابن الزعيم كان له دور كبير جدا في نصر المسلمين في معركة عين جالوت، كان يصف له في هذه الرسائل أحوال دمشق وغيرها وما يحدث فيها من بلاد الشام. أحبائي هكذا هو دور ابن الزعيم الرجل المخلص العظيم. المناقشة، لما لبث الملك المظفر، هذا هو لقب قطز، أن وصل بعسكره إلى ظاهر دمشق، يعني إلى بدايات دمشق والأماكن المرتفعة الظاهرة من دمشق، فكلمة الظاهر هنا بمعنى المكان المرتفع، في آخر يوم من شهر رمضان، فخيم هناك حيث وافاه السيد ابن الزعيم، ففرح به السلطان فرحا عظيما، وطفقا يتعانقان طويلا والدموع تنهمر من عيونهما. تخيل أحبائي، طفقا بمعنى استمر، ومعنى خيم أي نصب خياما. ونصير الأسر المسلمين الذين انضموا للتتار ضد المسلمين كان القتل وقطع الرقاب لمن لا عذر له. لماذا قتل قتل الملك أيوب الأسيري؟ لأنه لم يكن له عذر، فقد كان خائنا باللجوء إلى التتار والوقوف معهم ضد الإسلام والمسلمين. كيف استفاد قطز من رسائل ابن الزعيم إليه؟ استفاد استفادة عظيمة، فكانت هذه الرسائل تصل بكل ما يحدث من أحوال ومن معلومات ومن أشياء في دمشق وغيرها من بلاد الشام، لذلك كان له دور عظيم في هذا. وما دلالة الاستقبال الحار من قطز ابن الزعيم يدل على يعني أنه يحمل له الجميل ويقيم له كل احترام في مساعدته. فاستقبل ابن الزعيم وأهل دمشق كلهم الملك المظفر استقبالا عظيما وفرحوا به فرحا شديدا، وأقاموا الزينات واستقبلوه بالطبول والأعلام. السؤال الثاني والأخير أحبائي، اشتد غضب هولاكو عندما علم بقتل كتبغا وعظم عليه الخطب، فإنه لم يكسر له أو لم يكسر له عسكر من قبل، ولم يهدأ حتى قتل من لحق به من ملوك الشام، تلقوا جزاء خيانتهم بما نالوه على إخوانهم. يبقى هنا خطب أي أمر ضخم وعسير وأمر صعب وأمر خطير، والعسكر للجيش المقصود به العساكر والجيوش. نالوه أي ناصروه وساندوه، ويكسر أيضا بمعنى يهزم. إذا جمع خطب خطوط ومضد عسكر رحل، هنا العسكر بمعنى الجيش وبمعنى عسكر أي أقام. طيب ومن ممكن أن يكون معنى العسكر مضدهم القواد، فهنا قواد وعساكر، فقد يكون الضد والمضاد هنا للكلمة مالؤوه، هنا جمع الثاني عساكر، أما مضاد مالؤوه أي خذلوه وتركوه، والمراد بالرابعة يكسر يعني ينهزم. أشار قطز على ابن الزعيم وماذا تمنى كلاهما؟ أشار السلطان قطز على ابن الزعيم أن يصلي به وبعساكره صلاة عيد الفطر، وتمنى كلاهما لو أن الشيخ ابن عبد السلام كان حاضرا ذلك اليوم ليؤم الناس. كيف استقبلت أو كيف استقبلت دمشق قطز؟ طبعا استقبلت استقبالا عظيما وفرحوا فرحا عظيما وقاموا الزينات ونثروا على طريقه الأزهار والرياحين. أول ما فعله قطز عقب دخوله دمشق، أول شيء سير جيشا لمطاردة خلود التتار بقيادة بيبرس حتى يقضي على التتار إلى النهاية،
وكانت آخر موقعة ضد قطر هي موقعة حمص، وبذلك كانت النتيجة واضحة، النتيجة أنه هزمت قطر هزيمة ساحقة، وغنم المسلمون غنائم كبيرة، وفتحت بلاد الإسلام مرة أخرى وطهرت من التتار. الجزاء من جنس العمل، واضح ذلك من خلال الأحداث الخاصة، وأقصد الأمراء الذين مالأوا التتار وكانوا يحاربون معهم ضد المسلمين، أخذوا جزاءهم بالقتل جزاء خيانتهم. أحبائي وأعزائي، أشكركم على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.